متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة، التي نبدأها بآخر صور للأقمار الاصطناعية الواردة للمملكة، والتي تشير إلى استمرار تشكل السحب الركامية الرعدية فوق المرتفعات الجبلية، في سواء في جنوب غرب المملكة أو حتى في المرتفعات الغربية الوسطى وبعض المرتفعات الشمالية الغربية من المملكة. مصحوبة هذه السحب الركامية الرعدية بهطولات مطرية متفاوتة الشدة، لكنها غزيرة في بعض الأنحاء وتعمل على تشكل السيول وجريان الأودية، ذلك ضمن تأثر المملكة بهذه الحالة الماطرة منذ عدة أيام، والتي تركزت في المناطق الغربية من المملكة. باقي مناطق تتعرض لتشكل تشكيلات من السحب على ارتفاعات مختلفة. بالنسبة لتوقعات الهطولات المطرية خلال 24 ساعة القادمة، غدا الخميس خلال ساعات النهار يتجدد هطول الأمطار الرعدية على طول الواجهة الغربية للمملكة على المرتفعات الجبلية، لكنها تتركز بشكل خاص على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية، مرتفعات الطائف والباحة وأبها ومرتفعات عسير وبعض المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها قد تصل النجران. بعض الزخات المطرية محتملة في المناطق الشرقية من المملكة، نواحي الدمام وبعض مناطق الإحساء، ولكن الفرصة إجمالا في تلك المناطق ضعيفة. تظهر الغيوم التي ستكون ركامية وربما ينتج عنها بعض الزخات المحلية من الأمطار. تتراجع فرص الأمطار بشكل كامل في ساعات الليل ليلة الخميس على الجمعة. يوم الجمعة تعاود فرص الأمطار من جديد على الواجهة الغربية للمملكة في استمرارية لتأثر هذه المناطق بالحالة المطرية والأحوال الجوية غير المستقرة. الأحوال الجوية هذه الليلة في الرياض غيوم متفرقة، درجة حرارة صغرى 26 درجة مئوية، والأجواء دافئة بوجه عام. نهار يوم غد تسود أجواء غير مستقرة في شمال غرب المملكة، تتمثل بأمطار رعدية في تبوك من 38 إلى 25، أجواء حارة في الشمال في سكاكا 41 إلى 27، في عرار من 41 إلى 27 مع أجواء حارة للغاية. المناطق الغربية في جدة أجواء حارة من 41 إلى 29، 39 إلى 28 في المنورة مع ظهور بعض السحب. ربما يكون هناك بعض الزخات في مناطق المجاورة لكل من الحرمين الشريفين سواء في مكة أو في المدينة، درجة حرارة لكنها مرتفعة بشكل عام. أمطار رعدية متوقعة في الطائف من 30 إلى 21 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أمطار رعدية متوقعة في كل من أبها والباحة، 25 إلى 18 في أبها، والباحة من 25 إلى 20، وفي جزائر من 35 إلى 32 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء من 43 إلى 27، كذلك كما في الدمام من 43 إلى 26. ظهور بعض السحب، ولكن هناك فرصة ضعيفة لأن تشهد بعض الزخات المحلية من الأمطار في تلك المناطق. في حفر الباطن أجواء مغبرة غدا 42 إلى 27، أجواء حارة ومرهقة للغاية في تلك المناطق. في الرياض أيضا أجواء حارة، ظهور بعض السحب سواء في الرياض أو في القصيم أو في حائل، وتكون في الرياض من 41 إلى 27، في القصيم 39 إلى 22، وفي حائل من 36 إلى 24 درجة مئوية. الأيام القادمة تحمل معها أجواء حارة واستمرارية للأجواء الحارة. الخميس 41 إلى 27، الجمعة 41 إلى 28، والسبت من 40 إلى 28، وأجواء حارة بوجه عام، مع التأكيد أن هذه الأحوال الجوية متوقعة في العاصمة الرياض. مطلع الأسبوع المقبل مع أول أيام عيد الفطر، فلكيا ربما تتعرض بعض مناطق المملكة لموجات غبارية ناتجة عن اقتراب لمنخفض جوي على بلاد الشام. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.